حراك دائم ومعدات تعمل دون توقف لإنهاء وصلة طريق مزدوج لا تتعدى في طولها مسافة 5.5 كيلومترات فقط بين الطريق السريع وطريق الباطنة مسقط عند دوار ولاية لواء، لكن أهميتها تكمن في إنعاش الحركة الاجتماعية والتجارية بالولاية. تشهد الولاية حركة تجارية في هذا الطريق وتخفيف الازدحام، وهذا الشارع يربط المدينة لواء الجديدة بالمدينة النموذجية متواصل ما بعض. الطريق يعتبر حلاً جذرياً لمشكلة الازدحام لجميع المناطق الواقعة بمحاذاة الطريق القديم، ويمثل شرياناً رئيسياً للحركة التجارية والكسارات العاملة في المناطق الجبلية. تعتبر هذه الوصلات مهمة جداً في حركة الأهالي والتنقل بين المخططات، كذلك لوجود عدة خدمات في المدينة الجديدة منها المدارس، والتي ستكون بإذن الله تعالى متاحة خلال السنة الدراسية القادمة. وتكمن أهمية رصف الطريق المزدوج أيضاً مع الدوارين في ربط شبكات الطرق الداخلية بمناطق وقرى الولاية بالقرية النموذجية، مما يسهل حركة تنقل المواطنين والمقيمين بينها ومنها إلى الشوارع الرئيسية التي تربط الولاية بباقي ولايات محافظات السلطنة. الشارع المزدوج الواصل بين طريقي مسقط السريع ومسقط الباطنة وعند دوار ولاية لواء وعند الانتهاء منه يعتبر من المشاريع التي سوف تساهم في تنشيط الحركة الاجتماعية والسياحية والاقتصادية بالولاية. منصور بن ناصر السعدي، ولاية لواء بمحافظة شمال الباطنة.